لا أعرف لماذا قفزت إلى ذهني وأنا أطالع قصة الرائد التعليمي والمثقف الراحل عبد الله الحقيل، قصة مت فارغاً، ألفوا لتحفيز البشر على أن يفرغوا ما لديهم من أفكار في مجتمعاتهم قبل رحيلهم عن العالم. عبد الله الحقيل، الرجل الذي مات بعد أن أعطى كل ما لديه. اللقاء، الجزء الأول، اليوم 5 بتوقيت السعودية على MBC 1. رمضان يجمعنا، بس خليك بالبيت.